Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habibi, Tarakatullah, Primary 5, al Bikum. With you, Mr. Muhammad Nadi Today, inshallah, we'll complete Theme 3: Fractions, Decimals, and Proportional Relationships. Unit 9: Multiplying and Dividing Fractions. Concept 1: Multiplying Fractions and Mixed Numbers. Lesson 1. multiplying a fraction or mixed number by a whole number حبايب الحلول أول حاجة لازم نركز فيها إيه هي طبعا عارفين يعني إيه fraction وعارفين يعني إيه mixed number الفراكشن زي مثلا أي فراكشن زي 1 over 2, 3 over 4, 4 over 5 ده كده فراكشن والميكسد نمبر زي 2, 1 over 3, 3 and 1 over 5 and so on يعني كده خلاص عارفين الفراكشن والميكسد نمبر والهول نمبر اكيد كلنا عارفين اللي هو بيبقى يكون ايه نمبرز عادي 2 3 5 7 9 اي نمبر زي كده اوكي طيب مطلوب بقى نعمل لهم ملتبلاي نعمل لهم ملتبلاي ازاي يا مستر طبعا عندنا زي ما احنا متعودين دايما من برايمري فور ان احنا بيكون عندنا كذا ميثود ممكن نستخدمها عشان نطلع الملتبلاي وفي الاخر دايما بنيجي نقول دور على الميثود السهله اللي بالنسبه لك هل هي تستخدمها على طول بنفهم كل الطرق احتياطي عشان لو طلب مني في الامتحان طريقه معينه نشتغل عليها خلاص لكن لو ما طلبش يبقى انا في طريقه متدرب عليها كويس جدا جدا بحيث دي لا تشتغل عليها على طول في الايه في الاكزام تمام طيب اول ميثود عندنا اللي هو يوزنج ريبيتد اديشن والميثود دي مشهوره جدا لما باجي اعمل ملتبلاي فراكشن او ميكس نمبر لما اجي اعمل له ملتبلاي مع مين مع الهول نمبر ليه يا مستر لان احنا عارفين ملتبلاي باي 4 معناها ان انا ممكن اعمل ريبيتد للفراكشن اللي عندنا 4 تايمز اوكي okay. طيب يبقى لو بنعمل باي 5 يبقى هنكرر الفراكشن عندنا 5 تايمز لو عندنا باي 2 يبقى نكتب الفراكشن عندنا 2 تايمز مرتين طيب يبقى ريبيتد اديشن انا هكرر الاديشن كام مره على حسب الهول نمبر اللي موجود عندنا لما اجي اقول له 6 اوفر 8 باي 4 يطلع معانا ايكوال 6 اوفر 8 بلس 6 اوفر 8 بلس 6 اوفر 8 بلس 6 اوفر 8 اللي هو يطلع التوتال بتاعنا كام يلا بينا نعمل لهم بلس اتفقنا لما كنا بنعمل بلس طبعا معانا سيم دينومينيتور ينزل الدينومينيتور زي ما هو اللي هو ال 8 ونبدا نعمل بلس للنومريتورز 6 بلس 6 بلس 6 بلس 6 فيطلعوا معانا 24 وطبعا كلنا عارفين ان 24 ديفايد 8 تطلع معانا بكام؟ برافو عليك ويطلع معانا ب 3 يبقى دي اول ميس عندنا المس دي مخصوصه مع مين؟ مع الهول نمبر يبقى المس دي مخصوصه بس مع مين؟ مع الهول نمبر لما بتعمل ملتبلاي مع الهول نمبر بتعمل الريبيتد اديشن. ذا سكند ايه هي؟ نمبر لاين طيب ازاي بنعمل النمبر لاين؟ قال لي وي ديفايد ايتش يونت اون ذا نمبر لاين انتو 8 اشمعنى 8 يا مستر؟ عشان خاطر الفراكشن اللي عندنا اللي اسمه 6 اوفر 8 عنده الدينومينيتور بتاعته فيها كام؟ 8 خلاص فباجي اعمل النمبر لاين وانا بكتب 0 1 2 3 4 باجي اقسم المنطقه ديت او المكان دوت انتو 8 بارتس كل واحد منهم يعملوا ديفايد انتو كام؟ 8 بارتس تمام؟ طيب في مشكله لغايه دلوقتي؟ خلاص اوكي وبعد ما قسمناه يا مستر انتو 8 بارت بنبدا نقول ايه بقى يلا بينا يا مستر هنعمل ال 6 اوفر 8 هاو ماني تايمز 4 تايمز اوكي تمام فيلا ادي 4 تايمز بقى نعمل كاونت 1 2 3 4 5 6 وبعد ال 6 يبقى انا كده خلصت اول واحده ونعمل كاونت كمان 6 1 2 3 4 5 6 بعدين 1 2 3 4 5 6 نوصل لغايه هنا ونشوف اخرنا نوصل لغايه فين نلاقي نفسنا وصلنا عند نمبر 3 يبقى كده الانسر بتاعنا يطلع معانا ايكوال كام 3 ويكون هو دوت الايه؟ البرودكت بتاعنا، يبقى نمبر لاين تاني بنعمل فيه ايه؟ بنكتب في النمبرز لاين عندنا 0 1 2 3 4 بس بقسم البارتس ساعتها على حسب الدنمونيتور اللي موجود عندنا، وبعدين الفراكشن ده بعمل له ريبيتد على حسب مين؟ على حسب الهول نمبر اللي موجود معانا، يبقى لو دخلت 2 ميثود اهو، ميثود نمبر 1 ازاي نعمل ريبيتد اديشن، ميثود نمبر 2 ازاي نعمل الايه؟ النمبر لاين. ذا ثيرد ميثود، يوزنج اريان موديل. والاريا موديل دي مشهوره معانا كتير، دايما بنشتغل على موضوع الريكتانجل، طب هنا بنعمل الفكره بتاعتها ايه؟ اه يا مستر انا عايز اعمل فراكشن اللي هو اسمه 6 over 8، فبرسم ايه؟ برسم في الريكتانجلز بتاعتنا 8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. واعمل منهم كلرنج بس كام؟ 6، طيب الكلام ده اكرره كم مره اعمله ريبيتد، هوماني تايمز؟ قال لي 4 تايمز، اهو، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ونعمل كلر 6 وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كلر 6 اند سو اون يبقى انا كده عملت له ريبيت ده تايمز قال لي 4 تايم وبعدين نبدا نعمل لهم كاونت كلهم هنلاقي ان ال1 اوفر 8 دي لو جينا عملنا لها كاونت هنلاقيها اتكررت كام مره 24 تايمز وال1 اوفر 8 باي 24 تطلع معانا 24 اوفر 8 equals 3 تمام كده يا حبايبي طيب بس يا مستر دي الميثود لا في ميثود بقى انا دايما بستسهلها وبنحب نشتغل عليه ايه هي إيه بقى مثل الملتبلاي العادي اللي هو ولا نمبر لاين ولا ريبيتد اديشن ولا اريا موديل مال ايه قال لي بس مجرد ان احنا بنعمل ملتبلاي ذا نموريتور اوف ذا فراكشن باي ذا هول نمبر بس بنعمل ملتبلاي 6 باي 4 فتطلع معانا 6 باي 4 ايكوال كام 24 والدينومينيتور بخليه زي ما هو ما بعملوش ملتبلاي مع حاجه يبقى يعني انا بس بعمل النوميريتور ملتبلاي مع الهول نمبر بعدين باجي اقول ان 24 ديفايد 8 دي بنعمل سمبليفاي تطلع معانا ايكوال 3 يبقى لغايه دلوقتي خدنا يا ولاد كام ميثود يفترض ان هم 4 ميثود الميثود الاولى الريبيتد اديشن وده بنشتغل مع الهول نمبر بس النمبر لاين الاريا موديل وبعدين الطريقه العاديه ان احنا نعمل ملتبلاي مين النوميريتور على طول باي الهول نمبر واعتقد دي بتبقى ايه ابسط فكره اللي غالبا هنبدا نشتغل عليها كتير بعد كده من حقك تختار الميثود اللي انت ارتحت عليها طيب انذر اكزامبل لو انا بقى معايا ميكسد نمبر وهول نمبر هنعمل ايه ها ميثود نمبر 1 نعمل الريبيتد اديشن ازاي نعمل ريبيتد اديشن قال هنكرر الميكسد نمبر دي يا مستر باي 3 بنكررها 3 تايمز يبقى نعمل 1 اند 4 بلس 1 اند 4 بلس 1 اند 4 ونبدا نعمل لهم بلس فيطلع معايا الانسر 3 اند 3 كوارتر لو عملنا بلس للنموريتورز توجذر والهول نمبر عملت لهم بلس مع بعض فطلعوا معايا 3 اند 3 كوارتر ميثود نمبر 2 ايه هي؟ هنستخدم النمبر لاين طب النمبر لاين يا مستر بعمله ديفايد انتو هاو ميني بارت قال لي الفراكشن عندنا فيه 4 يبقى انا لما اجي اكتب النمبر 0 1 2 3 4 5 بقسم كل نمبر منهم لكام؟ ل 4 بارتس اهم بص معايا 1 2 3 فور اللي هو النمبر نفسه فاين 1 2 3 4 اللي هو النمبر نفسه طيب ازاي بقى نعمل لها الاديشن يا مستر قال لي بص بقى معايا يا حبيبي الموضوع سهل جدا اول حاجه 1 اند كوارتر يبقى انا الاول امشي 1 يبقى خلصنا ايه 1 الاول اللي هو من 0 ل 1 ونزود عليها كوارتر فانا وصلت الاول نمبر هنا اهو عند بعد ال1 بكوارتر طيب عايزين نعمل كمان بلس 1 اند كوارتر يبقى من هنا لهنا زودنا 1 وبعدين ازود عليهم كمان كوارتر يبقى وصلت لغايه هنا اهو يلا نزود كمان 1 يبقى نزود 1 وبعدين كمان كوارتر فوصلت لغايه مين 3 اند 3 كوارتر. ذا نكست ون يوزنج اريا موديل طب نعمل ايه في الاريا موديل اهو؟ عملنا ال 1 لوحدها وعملنا الكوارتر قسمنا دولت انتو 4 بارتس 1 2 3 4 ادي 1 قسمناهم ل 4 بارتس ودي 1 قسمناهم ل 4 بارتس كررناهم كام مره 3 تايمز لان الهول نمبر عندنا كام؟ 3 وبعدين باجي اقول له ال 1 اند كوارتر باي 3 حصل فيها ايه بقى عندنا 1 2 3 فادي ال 3 اهم لوحدهم وكوارتر وكوارتر كوارتر هيكونوا 3 كوارتر لما تعمل لهم بلس مع بعض يطلعوا معاك 3 and 3 quarters method نمبر 4 قال لي بقى method نمبر 4 دي خلي بالك ما كانتش موجوده مع الفراكشن موجوده مع مين موجوده مع الميكسد نمبر اللي هي الديستريبيوتيف بروبرتي ايه بقى الديستريبيوتيف بروبرتي دي يا مستر اللي هو ال1 and the quarter بنعمل لها سيباريتي ال بنخلي ال1 لوحدها والكوارتر لوحدها والديستريبيوت احنا عارفين بنعمل 1 باي 3 وبعدين نعمل الكوارتر باي 3 ادي ال1 باي 3 وبعدين الكوارتر باي 3 طب 1 باي 3 ايكوال كام اللي 3 لوحده والكوارتر باي 3 اللي هي 3 كوارت ونعمل لهم بلس فيطلع معانا 3 اند 3 كوارت يبقى ديستريبيوتيف انا فصلت الهول نمبر عن الفراكشن فقعدت اعمل ايه؟ كل واحد منهم اعمل له مالتيبلاي مع الهول نمبر اللي واقف لوحده بره لوحده، وبعدين في الاخر عملت لهم ايه؟ اديشن. تمام. قال لي بقى في ميثود نمبر 5، واعتقد دي برضه هتكون غالبا الميثود اللي ممكن نشتغل بيها تكون الاشهر لينا، اللي هو ازاي نغير الميكسد نمبر انتو فراكشن، فالفراكشن هنا هيكون اسمه امبروبر فراكشن، ازاي يا مستر؟ فبقول له احنا خدنا ان ال 1 1 اوفر 4 لو انا معايا ميكسد نمبر. وعاوز اغيره واخليه فراكشن لو فاكرين يا اصحابي كنا بنعمل ملتبلاي وبعدين بلس ف1 باي 4 كنا بننزل الدينوميتور زي ما هو نقول 1 باي 4 ايكوال 4 بلس 1 ايكوال 5 فيتغير معايا الميكسد نمبر انتو فراكشن يبقى 5 اوفر 4 كل اللي انا بعمله بس هعمل ملتبلاي 5 باي 3 ايكوال 15 وال 4 زي ما هي وممكن ارجع ارجعها تاني ايه ميكسد نمبر ازاي باي ديفايد ان ال 15 ديفايد 4 ايكوال 3 ويتبقى معانا ريميندر 3 لان يعني ال 15 نفسها ما تنفعش لازم تبقى 12 ف 12 ديفايدد 4 هي اللي ب 3 وتبقى معانا الريمندر كام؟ 3 خلاص كده يا حبايبي يبقى احنا كده خلاص عرفنا في النوتس عندنا ان ال 1 1 اوفر 4 هي بتكون ال 5 اوفر 4 يلا بينا نبدا بالاكزامبلز نحلها سوا ونشوف كده ممكن نحلها ازاي اوكي طيب معانا 3 اوفر 17 by 5 ازاي ممكن نعمل لهم ملتبلاي والله هو ايوه هنا بيقول لي اعملها يا مستر تايتل طيب ريبيتد اديشن فبقول له خلاص تمام تعال نجرب كده نشوف الريبيتد اديشن دي ممكن نعملها ازاي فقال لي ليتر اي 3 اوفر 17 باي 5 ده معناه ان انا هعمل 3 اوفر 17 بلس 3 اوفر 17 بلس 3 اوفر 17 بلس 3 اوفر 17 بلس 3 اوفر 17 طيب مستر في الاكزام لو قال لي استخدم الريبيت لازم استخدم الريبيت اه طبعا لازم استخدم الريبيت بس طبعا كمان ايه ما تنساش ان تكتب الفاينل انسر وتوضحه كده عشان حتى لو المستر ما خدش باله من الريبيت يلاقيك عامل ايه الفاينل انسر بتاعك كمان مظبوط بس دايما المستر يقول لك استخدمها لازم تستخدمها لان بيكون فيها مارك طبعا موجوده علينا تمام طيب لما نعمل لهم بلس هتلاقي 3 بلس 3 6 بلس 3 9 بلس 3 12 بلس 3 تطلع معاك 15 اوفر 17 اللي هو لو انا رحت عملت ملتبلاي عادي جدا فتلاقي ان 3 باي 5 ايكوال 15 over 17 طيب لو معايا 8 over 10 باي 3 هنعمل ايه فبقول له كده ان 8 over 10 هنعملها ريبيتد انتو 3 تايمز تبقى 8 over 10 بلس 8 over 10 بلس 8 over 10 3 تايمز يلا بينا نعمل لهم بلس يبقى 10 في الدرميتور زي ما هي و 8 بلس 8 16 بلس 8 كمان تطلع معانا 24 فيطلع معايا الانسر 24 over 10 اوكي okay. تمام ممكن بقى انا اسيبها كده امبروبر ممكن احولها لميكسد نمبر لو انا حبيت فلو ميكسد نمبر تبقى 24 ديفايد 10 ايكوال تو اند 4 اوفر 10 تمام ماشي طيب 2 3 اوفر 11 باي 3 ازاي نعملها فبقول له ادي 2 3 اوفر 11 نعملها ريبيت 3 تايمز 2 3 اوفر 11 بلس 2 3 اوفر 11 يبقى انا كده عملت لها ريبيت 3 تايمز 2 بلس 2 بلس 2 يطلع معانا equal 6 طيب والفراكشن 3 plus 3 6 plus 3 9 over 11 فيطلع معانا الانسر 6 and 9 over 11 اوكي okay. طيب اللي بعده 3 and 3 times 4 فده معناه ان انا بعمل لها repeated into 4 times ادي 3 3 plus 3 3 plus 3 3 plus 3 3 اوكي يلا بينا نعمل لها هي مستر نعمل لهم ال بتاعنا فاقول له ايكوال 3 بلس 3 6 بلس 3 9 بلس 3 12 يبقى ده 12 وهنا 1 بلس 1 2 بلس 1 3 بلس 1 تبقى 4 اوفر 3 خلي بالك لما تطلع الانسر ميكسد نمبر ما ينفعش يكون الواقف جنبه ده امبروبر فبغير الاول ال 4 اوفر 3 هنخليها يعني كام؟ نخليها 1 اند 1 اوفر 3 ال 1 دي لما نزودها على 12 هتكون 13 اند 1 اوفر 3 فيطلع معنا الانسر 13 اند 1 over 3 كده تمام تمام يبقى كده اول مثل اهو اتعلمناها وعرفنا ازاي نستخدم الـ repeated اديشن وازاي نطلع منها الايه الانسر يلا بينا نبدا يعني نشتغل على ايه على الفكره اللي بعدها using the number line يلا بينا نعمل النمبر لاين، هنعمل النمبر لاين ازاي يا مستر؟ ها 2 over 3 times 5، اتفقنا لما هبدأ اشتغل في النمبر لاين أول حاجة هنعملها إن أنا بعمل ديفايد للنمبرز اللي عندنا دوت اللي هو في النمبر لاين إنتو إيه؟ إنتو 3 بارتس، خلاص؟ لأن يعني 2 over 3 by 5 فبقول له طيب يبقى نعمل كده 1 2 والايه؟ ده الثيرد بارت، بعدين 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ماشي كده؟ طيب اللي بقى هناخد ال 2 3 نعمل باي 5 يعني ايه باي 5؟ يعني اعملها 5 تايمز فبقول له كده ادي 1 2 يبقى دي كده واحد اول واحده 2 اوفر 3 وبعدين 1 2 فدي كده 2 اوفر 3 اللي بعدها وبعدين ادي 1 2 يبقى دي 2 اوفر 3 اللي بعدها وبعدين ادي 1 2 يبقى دي 2 اوفر 3 اللي بعدها وبعدين ادي 1 2 يبقى دي 2 اوفر 3 اللي بعدها خلصناها كم مره؟ ادي 1 2 3 4 5 طلع الانسر كام؟ طلع الانسر بعد 3 ب 1 بس يبقى يطلع معايا الانسر 3 اند 1 اوفر 3 فيطلع معايا الانسر كام 3 3 كده مشكله كده طيب نقول ثاني ها 1 اند 5 باي 3 ازاي نعملها فنقول اول حاجه نروح للنمبر لاين نعمله ديفايدد على حسب الدينوميتور اللي عندنا اللي هو ال 5 يبقى نقسم البليس ده كام انتو 5 بارتس 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 يا مستر انت عمال تقول 5 وانت عمال تعمل 4 بس ايوه ما هو ال 5 اللي هو النمبر نفسه مش حبايبي ال 5 اللي هو الايه النمبر نفسه اهو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 خلاص تمام يبقى ده النمبر نفسه هنعمل ايه بقى هنعمل 1 اند 5 3 تايمز يبقى هنمشي لغايه ال 1 وناخد معاها كمان بارت يبقى انا كده عملت ايه ال 1 اوفر 5 الاولانيه طيب عايزين نعمل 1 آند 5 كمان مرة فبقول له بنمشي كده لغاية ال 1 هنا اللي هو بعد ال 1 مشينا لاين يبقى نعدي بعد ال 2 بلاين ونزود عليها كمان واحدة تبقى نوصل لغاية هنا اهو طيب وبعدين كمان 1 يبقى دي ال 1 لغاية هنا ونزود عليها كمان بارت يبقى وصلنا لغاية هنا يبقى كده طلع معاك كام الأنسر؟ طلع معانا 3 آند هاو ميني 5 بقى؟ 1 2 3 فطلعت معاك 3 آند 3 5 يبقى الانسر عندنا بقى 3 and 3 a fifths find using the area model طيب تعالى بقى نتدرب على الفكره اللي بعدها ازاي ممكن يا مستر نستخدم الاريا موديل عشان نطلع الانسر بتاعنا فلو طيب معايا 4 over 5 by 3 ادي 3 اهم عملنا في الدرونج عندنا 3 تمام طيب عايزين نرسم بقى 4 over 5 فبنعمل ايه برافو عليكم بنعمل ديفايد لكل ريكتانجل منهم انتو 5 بارتس ونقول 1 2 3 وكده بقوا 5 بارت ماشي 1 2 3 4 1 2 3 4 اصحابي ركزوا لما بعوز اعملهم 5 فبرسم 4 لاينز كوة تلاقي على طول بقوا 5 بارتس 1 2 3 4 5 طيب هنعمل كلر ل 4 اوفر 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 يقول لي طيب تعالى بقى نعمل لهم كاونتينج ونعدهم نشوف طلعوا كام بقى كلهم فبقول له كده طلعوا معانا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فطلع معانا الأنسر 12 over 5. طيب اللي بعده إزاي ممكن نعمل اللي بعده؟ The next question ها آدي 1 3 over 4 by 3 إزاي بنعملها؟ طيب by 3 ديت إن إحنا بنجهز ثلاث أماكن هنبدأ نرسم فيهم الدرونج طيب ال 1 ده كده ال 1. ماشي؟ موجوده ثلاث مرات عاوزين نعمل بقى 3 كوارتر فبروح للريكتانجل الثاني بقسمه الكام ل 4 بارتس 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 فتلاقينا ايه طيب عايزين نعمل 3 كوارتر ادي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 فيبقى انا كل واحد منهم لو انت ايه 3 من ال4 اللي موجودين عندنا وبعدين يلا بينا نعمل لهم كاونتينج كلهم عشان نطلع الانسر طبعا 1 1 1 بقوا 3 طيب فاضل بقى الفراكشن همم. اوفر 4 زي ما هي. طيب ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فتطلع معانا 9 اوفر 4 بس خلي بالك لما تطلع انسر كميكسد نمبر ما ينفعش تسيب النمبر اللي جنبه يكون امبروبر كده. طب نعمل ايه؟ بنطلع كده ونجهز نفسنا دي 9 اوفر 4 نعمل لها ديفايد الاول فبقول له 9 ديفايد 4 كانت بنخليها 8 8 ديفايد 4 تطلع معانا 2 بتبقى معانا كام من 1 اوفر 4 ال 2 دي نزودها على مين؟ على 3 فتبقى 5 and quarter فكده يبقى يطلع معايا الانسر بتاعت ال 1 3 quarter by 3 يطلع معانا equals 5 and quarter طيب multiply then write the result in its simplest form تعالى بقى نشوف الكويستشن دي ازاي ممكن نحلها ونطلع الانسر in simplest form طيب استخدم اني ميثود يا مستر از يو لايك الطريقه اللي تريحك حبيت تعمل بالريبيت حبيت تشتغل بالنمبر لاين حبيت تشتغل بالاريا موديل لو هي كمان ميكسد نمبر تقدر تشتغل بالديستريبيوتيف زي ما تحب خلاص لكن انا دلوقتي هبدأ اشتغل عليه بقى على الميثود الاخيره اللي احنا قلناها ان انا ممكن اعمل ملتبلاي على طول اهو 1 باي 5 ايكوال 5 فيطلع معايا الانسر 5 اوفر 3 تمام بس واسال نفسي بقى في السيمبليفاي يا ترى ال 5 و 3 موجودين في اي تيبل دي عشان ديفايد قال لي لا فخلاص ممكن اسيب الانسر يبقى 5 اوفر 3 زي ما هو طيب لتر بي 4 باي 1 over 4 فاقول له 4 باي 1 ايكوال 4 والدينومينيتور هيفضل زي ما هو ما تنساش ان ال 4 اوفر 4 يطلع معانا بكام؟ ب 1 لان احنا اتفقنا قبل كده لما يكون النموريتور والدينومينيتور لما يكونوا زي بعض يطلع معانا الانسر بكام؟ ب 1 طيب اللي بعده ها 2 باي 21 تطلع معانا 42 over 7 زي ما هي كلنا عارفين يا اصحابي ان 42 اوفر 7 تطلع معانا بكام؟ ب 6 يجي واحد تاني يقول لي يا مستر طب انا ممكن اعمل لها سمبليفاي قبل ما اعمل الملتبلاي يقول لي اه ممكن ازاي بركز مع النوموريتور والدينوميتور يعني مثلا زي ال7 وال21 اقول لو انا عملت هنا ديفايد 7 هنلاقي دي 1 و21 ديفايد 7 ايكوال كام ايكوال 3 تمام تمام وبعدين اقول بس كده خلاص يبقى 2 باي 3 تطلع معانا على طول بكام ب6 يبقى انا اقدر اعمل المالتبلاي الاول وبعدين السمبليفاي او اقدر اعمل السمبليفاي الاول وبعد كده الايه الملتبلاي تعال نقول تاني لو انا هعمل السمبليفاي الاول قبل الملتبلاي هنا 5 وهنا 15 فبقول له ديفايدد 5 ايكوال 1 هنا ديفايدد 5 ايكوال 3 وبالتالي تبقى 3 باي 3 ايكوال 9 فحليناها على طول طلعت معانا بكام ب 9 واحد تاني صاحبي يقول لا انا هعمل 3 باي 15 الاول تطلع معايا 45 اوفر 5 وعين 45 ديفايدد 5 تطلع معايا برضه بايه؟ ب 9 طب ليه يا مستر نعمل السمبليفاي الاول ولا نعمل الملتبلاي الاول وايه رايك ليه بقى مين فيهم الاول؟ انا رايي بحب دايما اعمل السمبليفاي قبل المالتيبلاي قبل ما يكون النمبر يكون كبير لان انا بعمل ملتبلاي بيديني بيج نمبر عشان ارجع اعمل له ديفايد تاني بيبقى الموضوع اصعب شويه غير والنمبرز الصغيره يعني مثلا في ليتر اي e لو انت واخد بالك معايا هتلاقي ان هنا 9 و6 فتقول ان ال 9 و6 هما الاثنين اقدر اعمل لهم ديفايد باي 3 لان هما الاثنين موجودين في تيبل 3 ركز انا باخد حاجه من النوميريتور اللي هو الهول نمبر مع الدينومينيتور ركز في كده اوكي طيب لو انا عملت هما الاثنين ديفايدد باي 3 فتطلع 9 ديفايدد 3 ايكوال 3 و6 ديفايدد 3 ايكوال 2 وكده هيكون اسهل لان الدينومينيتور عندنا بقى خلاص 2 و3 باي 5 ايكوال 15 فانا كده بكون متاكد ان خلاص مفيش سمبليفاي هقدر اعمله تاني تمام طيب ال25 و10 تقدر تقول لهم موجودين في اني تيبل برافو عليك فعلا تيبل 5 يبقى انا عملنا ديفايدد باي 5 يبقى هنا هتكون 5 وهنا هتكون كام 2 يبقى 1 باي 2 ايكوال 2 و اوفر 5 اللي بعده 2 and 3 over 7 by 4 ازاي نعملها؟ بكل سهوله زي ما اتفقنا بغير الاول الميكس نمبر هنخليها ايه؟ هنخليها امبروبر فراكشن ازاي؟ او ال 7 زي ما هي و 2 by 7 14 plus 3 equal 17 يبقى انا عملت ايه تاني؟ 2 by 7 14 plus 3 17 ويلا نعمل لها باي 4 تطلع معانا كام بس نفسي ترى اقدر اعمل سيمبليفاي 17 مع ال7 لا طب ال4 مع ال7 لا مش موجودين في اي تيبل مع بعض الا تيبل 1 لوش لازمه خلاص تنزل ال 7 داون زي ما هي واقول 4 by 7 28 8 carry up 2 و 4 by 1 4 و 2 تطلع معانا 6 فيطلع معانا الانسر 68 over 7 ولو حبينا نرجعها ونخليها ميكسد نمبر اقول له اقدر ان 68 divided 7 اقرب حاجه في تيبل 7 هي 63 اللي هي 9 ونقول له يتبقى معانا 5 over 7 لان يعني 9 by 7 63 ولو زودنا عليها 5 هتبقى 68 طيب مستر اسيبها امبروبر ولا اسيبها ميكسد مفيش مشكله الاثنين صح اوكي okay. ممكن تسيبها امبروبر وممكن تسيبها ميكسد مفيش مشكله الاثنين رايت لكن انا ليه بقول لك ده عشان ممكن يجينا الكويستن ده جوه تشوز ذا كوريكت انسر وبدل ما يديك الانسر امبروبر يدولك ايه ميكسد نمبر فتبقى انت عارف بعد ما انت خلصت ان انت تقدر تحولها لكده تمام حبايبي طيب ناخد اللي بعده لو 5 اند كوارتر تايمز 8 ازاي نعملها زي ما اتفقنا هنغير الاول الميكسد نمبر انتو ايه فراكشن ازاي اقوله 5 باي 4 20 21 times 8 ونيجي نعمل Simplify هنا divided 4 equal 1 هنا divided 4 equal 2 ونقول 2 by 21 equal 42 طبعا over 1 يا ولاد تطلع هي هي ايه 42 تمام طيب اخر واحده عندنا فيها هنا اهو اللي هو letter كام؟ letter i 2 and 2 over 5 by 6 نعمل ايه؟ برافو عليكم نغير الاول نخليها امبروبر ازاي ال5 زي ما هي ونبدا نقول 2 باي 5 10 بلس 2 12 تايمز 6 ويلا بينا نعمل ملتبلاي ينفع يا مستر نعمل سمبليفاي ال5 مع ال6 لا قال ان هم مش موجودين في اي تيبل مع بعض الا تيبل 1 طب ينفع نعمل سمبليفاي ال12 وال6 بقول له لا لان هم الاثنين في النوموريتور خلي بالك انا لما باجي اعمل سمبليفاي بعمل حاجه من النوموريتور مع الدينومينيتور يعني ال6 هي ال6 دي الهول نمبر ده كانه نوموريتور برضه مع واقف مع مين؟ لو عامل له سمبليفاي اعمل له مع الدينومينيتور اللي هي ال 5 تمام؟ طب هعمل ايه يا مستر؟ بننزل ال 5 زي ما هي ونقول ان 12 باي 6 ايكوال كام؟ ها؟ اصحابي أه لو مش عارفين لا عارفين يا مستر تطلع معانا 72 اوفر 5 ولو حبيت ترجعها لي ميكسد نمبر برضه ممكن نعملها ميكسد نمبر ازاي يا مستر تطلع معانا 14 اند 2 اوفر 5 ازاي 14 يا مستر؟ لان ال 72 اقرب حاجه هي تبقى 70 و 70 divided 5 تطلع معانا كام 14 طيب ناخد بقى حاجه بروبلم سولفنج كده عليها برضو بيقول لي عز نوتس ذات 2 over 3 of the 6 rows bushes are in plume how many rows bushes are in plume؟ فده هنا يا مستر المفروض ان انا هعمل 2 over 3 times 6 نعملها ملتبلاي باني ميثود الميثود اللي تريحك من الاديشن النمبر لاين ال ممكن الملتبلاي على طول ممكن اي ميثود تريحك فيهم تشتغل عليه طيب انا هعمل ملتبلاي على طول بس بقول له هنا ممكن اعمل سمبليفاي ديفايد 3 equal 1 وهنا ديفايد 3 يكوال 2 نقول ان 2 by 2 equal 4 وبكده نكون حبايبي خلصنا النهارده الفيديو ثانكس اللوت فور يور جود ليستينج سي ان شاء الله ان ذا نيو فيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته